العقبة الرئيسة اللي بيننا وبين الراحة هو الإيجو والذات، لأن أنا ببقى عايز أحقق حاجة خوفاً أو طمع، ورافض إن اللي أنا عايزه ما يتحققش، فبيبقى أهم حاجة عندي تنفيذ وتحقيق ما أريد أو ما أريد الهرب منه، وبالتالي بحكم على حياتي من خلال هذه الشهوة وهذه الرغبة، مش من خلال إن أنا ببحث عن الاتزان وعن الراحة. فإدارة الذات بتبدأ بالفكر ولا بالشعور ولا بالإحساس، إدارة الذات بتبدأ بالتلاتة. أنا ببدأ بإني بفكر أو بشعر أو بحس الأسهل لي. في ناس أسهلهم يبدأوا بالفكر، في ناس أسهلهم يبدأوا بالشعور، في ناس أسهلهم يبدأوا بالإحساس، بس مفيش إدارة ذات بدون شعور متزن. آخر بقى خالص، ده البوتوم لاين، الخط ده مفيش، ده الأساس، قاعدة. مفيش إدارة ذات بدون شعور متزن، يعني في تحكم في الذات وده مؤلم. في إدارة الذات أنا بختار الاختيارات المريحة ليا وعياً. التحكم في الذات أنا بجبر نفسي على أحوال أنا مش بدي مرتاح فيها بس أنا عايز أكونها، فالتحكم مؤلم لصاحبه، إنما إدارة الذات مريحة. دائماً إدارة الذات والفطرة متلازمين، لأني ما أقدرش أعيش إدارة الذات على غير الفطرة، لأني مش هرتاح. التحكم غالباً بيبقى مخالف للفطرة، لكن أنا عشان أعيش إدارة الذات فأنا بختار الاختيارات الفطرية اللي بتريحني وأمشي عليها.